السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم عندنا في نادي خاص بأعوان الحماية المدنية الوحدة الرئيسية لولاية عين تموشن. فيما يخص العمل عندنا مع كورونا، رانا يد في اليد مع خاوتنا برا، مع أسلاك واحدة أخرى، رانا قاع متجندين باش نكونوا عند حسن ظن المواطن ونقضوا ان شاء الله على كورونا. ما يخفى لكم شو اليوم رانا درنا حمله خاصه بالحمايه المدنيه باش يتبرعوا بالدم على خاطر لا سونتي. ثاني ما يخفى لكم شو باللي ثاني راه ممتع الدم، دعوه لكافه المواطنين يتبرعوا بالدم. مرحبا، نتبرعوا عندنا هنايا في الحمايه المدنيه. من ناحيه العمل رانا متجندين كما كنتم تشوفوا، النادي محلول 24 ساعه على 24 ساعه. الحمايه راه متجنده 24 ساعه على 24 ساعه. ما يخفاكمش امثال الشهيد الواجد الوطني قناوي شمس الدين، الله يبارك، الله يرحمه الشهيد، الله يرحمه ويوسع عليه، اللي توفى اثناء الخدمه. راه نورمالمون كاع يعرفوها ولاد عين تموشن. وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا. الدوله راه وفرت كامل الامكانيات باش نقدروا نقضوا على هذا الوباء، وان شاء الله برحمه ربي وقدره الله نقضوا عليه، لان الدوله متجنده وحنا رانا متجندين ان شاء الله، نكونوا عند حسن ظن الجميع. ويا ربي كما قال المعلم نرفعوا نردوا فاتحه، يا ربي اللهم قنا هذا الوباء، يا ربي يرد علينا هذا الوباء، يا ربي شهر رمضان داخل ما تحرمناش تبدل المساجد. يا ربي احنا اعوان حمايه مدنيه ومازال قلوبنا معلقين بالمساجد ان شاء الله. يا ربي ما تحرمناش اللذة تاع رمضان، برسكم كيف اللذة جميعنا وجميع المواطنين ان شاء الله كاع نصلوا في المساجد، وهذيك هي الدعوة تاعنا. والمرضى المرضى المرضى اللي راهم مرض كورونا، ربي يشافيهم ان شاء الله، ربي يرد عليكم ذاك الدور ان شاء الله. بلا ما ننسى نداء لجميع المواطنين، هذا مرض ماشي سهل. خوتنا 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 اللي عزيز عليه والديه وولاده يقعد في دار خير، اللي عزيز عليه والديه وولاده يقعد في دار خير، لانه مرض ماشي سهل. يمرض لك ولدك وانت تشوف فيه كيما هكا تقول يا دايما شداني نخرج برا، يا دايما شداني نجيب له هذا المرض. على هذا الحذر ثم الحذر، بلا ما نساو الوقايه، خرجت للضروره عدي القفازه تاوعي البافات تاعي الوقاية ما نساوهاش. ندخل للدار معليش سيرفيات فيها جافير، نمسح كراعي بلا ما نتلمس ولادي ولا نتلمس في الدار اي حاجه قبل. ندخل ديريكت للدار نغسل بلي ديتيرجون، نغسل بالجافير، نغسل بالوسائل الممكنه اللي عندي في الدار، الصابون علاه باش نقي ولادي ونقي روحي من هذا المرض. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرحنا قدام اللي يدخل علينا رمضان، ربي ان شاء الله يكونوا فرحنا. وشكرا وشكرا وبارك الله فيكم انتم ثاني كما راكم تخدموا معنا ان شاء الله.